السلام عليكم، أهلا بكم متابعي جنوتوكس. في هذه الحلقة سنتعرف على واجهة جديدة ظهرت على الساحة قبل أشهر قليلة، وهي ما تزال تحت التطوير. واجهة اليوم هي واجهة كيرا. هذه الواجهة بسيطة وقوية وأعجبتني صراحة. هي تعتمد على جافا سكريبت والويب أب في الوقت الراهن إلى حين اكتمالها، ويمكنها تشغيل البرامج على مختلف الأنظمة من خلال الموقع الرسمي. هنا الإصدار ألفا من الواجهة، وكما هو مذكور هنا فإنها ما تزال تحت التطوير وتعتليها الكثير من النواقص. يمكن تجربتها على لينكس، ويندوز، ماك او اس، وأيضا على كروم او اس. كما يخبرنا فريق التطوير أن كيرا او اس قادم قريبا باعتماده على فيدورا كنظام لتشغيل هذه الواجهة وتجربتها لمن يود ذلك، لكن لم يحددوا أي وقت لصدورها بعد. لتحميل الواجهة وتجربتها يكفي أن نقرأ على الخانة الخاصة بنظامكم. أنا نزلتها من قبل، وهذا هو الملف المضغوط. بعد فك الضغط ينتج عنه عدة ملفات. من الأفضل وضع الملف المضغوط داخل مجلد جديد لكي لا تفقد الملفات، لأنها تنتج عند فك الضغط تنتج ملفات مبعثرة. عند الدخول تجد هذه الملفات. كل ما عليك فعله هو نقر بنقرتين على كيرا ديسكتوب. ستأتيك في البداية رسالة لتأكيد التنفيذ الواجهة. وها قد فتحت هذه الواجهة الجديدة كما تشاهدون بهذا التصميم الفريد والغير معتاد في ربما في جل الأنظمة وليس في أنظمة جنون لينكس فقط. تأتي بقائمة على اليمين فيها الطقس والتقويم والنوت. لا يعمل بالمناسبة، ما زال لا يعمل. هناك العديد من الخصائص لا تعمل، مجرد واجهة، لكن هناك العديد من الخصائص لا تعمل. مثلا هذا فينانس خاص أعلم البورصة أو لا أعلم صراحة. الآلة الحاسبة تعمل، 5+6=11. هذا الخاص بإدارة الهوم أسيستنت بإدارة النظام ومراقبته. هو الآخر لا يعمل، مجرد واجهة، مجرد تصميم على أن يعملوا على تنفيذه مستقبلا. هنا الكليب بورد أو الحافظة، ما زالت هي الأخرى لا تحتفظ بأي نفس تقوم به. هنا النتورك، بما أني أستضيفها على نظامي فتتعرف على النتورك مباشرة. والترجمة هي صفحة صفحة ويب لجوجل ترانسليشن. وهنا هذا لجوجل ميسنجر، هذا تليجرام قمت بتسجيل الدخول عليه مسبقا، وهو تليجرام ويب أيضا. هذه أكسيال لبعض اللعب بالمنحنيات إن أوت، ويمكن التلاعب بها كيف ما تشاء. وهذه الخانة بانيل أب إيكون أبيل، يمكنك إضافة ربما تطبيق ويب خاص بك. الجهة اليسرى تحتوي على خيارات النظام من خلال التطبيقات الويب المتاحة، ونفس التطبيقات المتواجدة هنا هي متواجدة أيضا هنا، لكن يمكن الدخول مثلا على داك داك جو يفتح لك نافذة داك داك جو، وهي أيضا تطبيق ويب. يمكن تغيير الاسم الأعلى
وكثير من التطبيقات الأخرى يمكن استخدامها بما أنها تطبيقات ويب. هنا خاصة بالتطبيقات المكتبية وهي أيضا لا تعمل، مجرد واجهة. الألعاب أيضا لا تعمل. الملتي ميديا كما قلت لك، كما أخبرتكم من قبل، فالواجهة ما تزال في مراحلها التطويرية، والعديد من الخصائص هي مجرد تصور وأزرار لا تعمل فقط، لكن يمكن اختبارها وتجربتها وتتبع تطورها إلى أن تصبح ناضجة مستقبلا. عند تكبير النافذة، هذا خيار خاص بالقائمة العلوية التي بها الساعة والطاقة والاتصال بالإنترنت. عند النقر عليها تأتي هذه النافذة أو هذا الانبثاق من خلال التحكم في شدة السطوع وتغيير المستخدم وغيرها من الخيارات. وأيضا يمكن إغلاق الواجهة من خلال النقر على هذا الزر. أما هذه الأزرار فما زالت كما أشرت مجرد تصميم لا يعمل. تقدم الواجهة أيضا شريط أسفل الشاشة يفيد التنقل بين التطبيقات، لإغلاق التطبيق مثلا، فتح مثلا تطبيق آخر مثلا ديولينجو وسحبه مثلا إلى اليسار وفتح تطبيق آخر. من هذه الخصائص التي أعجبتني كثيرا تصميم النوافذ وطريقة التعامل معها. سيف افتح التنقل بهذا الشكل، ويمكن التحكم به بهذا الشكل. نأتي بتطبيق ثالث وأخير الآن، مثلا نختار جوجل. على هذا الشكل، ثم نأتي بديولينجو في الوسط، ويمكن الآن التحكم بها كما تشاء وبسعتها. هذه الواجهة تبدو واعدة وضد التصميم فريد. أحببت أن أشاركها معكم. شكرا لكم وإلى اللقاء.